معلش انا عايز ابدا معاكم قبل ما نتكلم شويه عن فيما هو قادم، لا خلينا نرجع ونعرف او نعرف الناس اكتر عن اصل منتخب البلياردو، مش كل الناس عارفه هو بقاله قد ايه، كام سنه، والانجازات اللي حققها حتى هذه اللحظه، يعني خلينا نعرف منكم. هو يعني بقاله تقريبا اكتر من 25 سنه. تمام. انا بقالي اكتر من 20 سنه بلعب. معقوله؟ تمام. يعني لعبت مع الوالد، هو اللي خلاني دخلت اللعبه. أوكي. وبعد كده بدات العب في المنتخب وانا عندي 18 19 سنه، لحد يومنا ده انا في المنتخب المصري. حلو. يعني لغايه لما بقيت كابتن المنتخب. في فتره كنت كابتن المنتخب بعد 2012 بعد ما رجعت من المحترفين. اوكي. كانت اهلتني ليها بطوله افريقيا. تمام. فروحت لعبت سنه ونص في انجلترا مع المحترفين، طبعا قصه نقله تانية خالص بالنسبه للبلياردو. رجعت قعدت بطل مصر لمده سنتين. أوكي. نمره واحد على مصر. بعد السنين بقى دي كلها انا ما زلت في المنتخب المصري. يعني انت واضح ان في حالتك انت كانت البدايه مع البلياردو على طول، ما كنتش مثلا بتمارس رياضات تانية وحبيت البلياردو؟ لا لعبت لعبت سباحه ورمايه وكوره. انا ووالدتي كانت تربيه رياضيه. اوكي. فانت يعني غصب عنك لعبت كل الالعاب. رحت بقى اتجاه الوالد بقى، كان بيلعب البلياردو. اروى بقى أروى وسفر كتير. فكان الموضوع بالنسبه لي في تشجيع منه طبعا. اكيد. اول عن اخر، وهو اللي وداني النادي اللي انا بلعب فيه من 20 سنه. تمام. ايسترن كومباني. ومستمر بقى في المنتخب لحد دلوقتي. يعني هي الفاصل السنتين اللي انا سافرتهم في انجلترا، لما كنت بطل افريقيا طلعت انجلترا لعبت محترفين. تمام. رجعت بقيت بطل مصر. يعني دي الطفره بقى في البلياردو بتاعي انا شخصيا. لان انا يعني كنت في المنتخب مثلا قعدت 10 سنين في المنتخب بس مش نمره واحد على مصر. تمام. سافرت في 2012 رحت انجلترا قعدت سنه ونص هناك بلعب مع المحترفين. رجعت فضلت بطل مصر لمده سنتين. فرق معاك يعني السفر طبعًا. كتير طبعا خبره في اكسبيرينس كتير زادت. حلو قوي. المكسب عرفت احافظ على الجيم بتاعي، يعني بتفرق في كل حاجه يعني. طيب.